المركز كان من نصيب الصوغان اللي وصلت المركز الثالث تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا خليفه بن سلطان بن رشيد الذي قاد ايضا بالصوغان 7 دقائق 54 ثانية جزء واحد من الثاني. ثلاثة مراكز هنا نعدها وهنا انطلاقة قادمة، انطلاقة جديدة، اندفاع جديد. يا سلام يا سلام، الشوط الثاني شوط اذا يحمل الابكار المهجنات في هذا المساء وفي هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات. اذا نبدا بالمقدمة ونبدا بالصدارة ونبدا بالمركز الاول وما يحمل ايضا المركز الاول من انتاج فريد، انتاج متميز. رمن روما اذا على المقدمة والبداية، الهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين يدفع برمرومة في هذا الشوط المثير. المركز الثاني هناك ملوح في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن عبد الله بن حميدات الاشتبي. يا سلام، المركز الثالث هنا مطيلة على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، وعلى الجانب الآخر من تتدخل مع هذه الانطلاقة هناك الكورة في المركز الرابع سمو الشيخ زايد بن المربي المكتوم، المكتوم حمد بن علي العويسي يضمرها. والمركز الخامس الدخول القادم من نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بزيب اللاحج الهايري في التضمير. أعود سادسا وأتابع المركز السادس هناك أيضا. يا سلام، صعبة صعبة ولا ضيفة؟ ضيف لسمو الشيخ زايد بن المر بالمكتوم المكتوم حمد ناموس الهجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا حمد بن راشد بن غدير الذي أوصل وقاد أمطيل عادة بالتاريخ إلى مصدر التاريخ هنا في هذه الانطلاقات. ما شاء الله، سلام يا العاصفة، سلام الأداء الجميل ولحظات الوصول إلى خط النهاية في اندفاع مثير. إذا مطيلة هي صاحبة الشوط وصاحبة المركز الأول في هذا الاندفاع لهجن العاصفة. المركز الثاني هناك، المركز الثاني ضيفة لسمو الشيخ زايد بن المر بالمكتوم المكتوم، المركز الثالث تأتي أملولة سمو الشيخ محمد بن المر بالمكتوم المكتوم، المركز الرابع هناك الكورة لسمو الشيخ زايد بن المر بالمكتوم المكتوم، والمركز الخامس وبرة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بسالم بن عاطي الحمير اللي يضمرها ويتابع هذه الانطلاقات والتحديات وهذا المسار. 7 دقائق 55 ثانية، 6 من أجزاء هو توقيت زمني ليتسجل تحت اقدام مطيلة. تهانينا والناموس، تهانينا حمد بن راشد بن غدير في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. والمركز الثاني